كابتن اسامه، تعادل سلبي اهدى لفيوتشر نقطه لا يستحقها. ما فيش شك في كده. النادي الاهلي يعني لو حطيته عن المباراه، الاهلي اضاع فوز سهل جدا جدا جدا، وحط تحت جدا جدا دي كتير خطوط، يعني سواء الشوط الاولاني او سواء الشوط الثاني. الشوط الاولاني الاهلي جاله 5 كورنر، الشوط الثاني 9، وتسعه منهم 6 في اخر 7 8 دقائق بس، لم ولا واحده استغلت صح، هي واحده بس اتلعبت لكهربا خطفها براسه بس فوق العارضه. الفرص كتيره جدا متاحه، وزي ما الكباتن قالوا شريف علاء، يا اما رعونه يا اما تاخير في التصرف، يا اما يعني بيرستاو ليه 3 كور وتسرع كمان يا اسامه، وتسرع يعني تسرع اللي هي جزء فيها رعونه وبط. واحيانا بط، يعني التصرف عامه القرارات مش مظبوطه. يعني بيرستاو 3 مرات، في واحده لعبها له مروان استلم وحش بعدين حطها في الزاويه ده ضربت في القائم وطلع، في واحده اتاخر فيها قوي القدوسي لعبها له بكعب رجله كان المفروض يلطش على طول، استنى استنى قفلوا عليه ضاعت. طاهر اتلعبت له حسين الشحات فوتها بسهوله قوي، حطها بره. كهربا الانفراد اللي اداها له بيرستاو، القندوسي الكره اللي اداها له بيرستاو حطها ببطن رجله بره. بس سبب الرعونه ايه؟ يعني سبب الرعونه او التصرف الخاطئ ايه؟ انت مش مضغوط. لا مش مضغوط، لا كويس. فلما تكون مضغوط احيانا يعني احيانا بتطلع الحاجات دي، يعني بتتصرف غلط. بص يا ايمن، هو في جزء ممكن يكون عدم تصرف سليم، وفي جزء برضه مرتبط بالتوفيق، لانك انت في ساعات ما وصلتش ربع الفرص دي وكان التخليص على طول بتيجي جبت جون. انت فرص سهله قوي تكسب بيها اللقاء يعني بالذات. بسهوله تكسب اللقاء يعني. صح. اولا فرقه فيوتشر بعد 5 6 دقايق من الشوط الثاني مش بدنيا مش قادرين، تنظيما مش قادرين، الاجناب مفتوحه سواء في ناحيه الجنب اللي فيه طريق طه ناحيه الشمال بيرستاو وهاني، او الناحيه الثانيه اللي فيها عمر كمال كان علي معلول وحسين الشحات، ولما نزل يعني انت بتوصل من الاطراف بتوصل من العمق بتوصل بس توصل من كل الطرق. بس صح. التصرف في الاخر ما فيهوش تركيز ودقه يعني. فهي كرة القدم بيحصل فيها احيانا كده. التغييرات برضو النهارده اتأخرت شوية، وفي تغييرات يعني كنا متوقعين في تغييرات تانية، يعني مثلا واحد زي أحمد عبد القادر كان بسهولة جدا ممكن ينزل، واحد زي شريف كان سهل أو إنه ينزل، شريف كان يلعب في مكان راس الحربة مكان كهربا، ممكن أحمد عبد القادر. مستر كولر فضل إنه يدخل في الحتة دي بيرستاو. ماشي، هو خلاص وجهة نظر، وهو بيرستاو حاول على فكرة بس بيسيب ال 18 كتير قوي، ولما بيروح استعجل في كورتين ثلاثه اللي جوله يعني. لكن ما لا يمنع ان بيرستاو كان يبقى موجود وكهرباء وشريف ينزل مثلا، احمد عبد القادر يعني ماشي، القندوسي نزل، كريستو نزل ناحيه اليمين في الجنب اللي فيه هاني، بس احنا حاول وكده، لكن من ضمن التغييرات احنا شفنا طاهر ناحيه الشمال، ايوه، وحسين ناحيه الشمال، وعلي معلول ناحيه الشمال. هو اللي حصل ايه؟ هو الاول نزل قفشه وطاهر، قفشه مكان كهربا وطاهر، او قفشه مكان القندوسي وطاهر مكان وطاهر لعب هنا، وبعد كده نزل فودى طاهر ناحيه الجناح اليمين، وودى بيرستاو قدام، وكان حسين مكان لما نزل غير كريستو راح جايبه يمين وودى طاهر شمال، ودخل حسين تحت بيرستاو، وقفشه رجع مكان ديانج، بقى قفشه ومروان تحت وقدامهم حسين وطاهر ناحيه الشمال وكريستو ناحيه اليمين، بس الشحات بحكم لعبه بيميل ناحيه الشمال شويه، فكان بيجي من العمق بيروح ناحيه طاهر، فبيبان ان علي معلول وحسين وطاهر الناحيه الثانيه. بس انت فقدت ميزه قفشه كصانع لعب. وقفشه اللي هو يوصل لك الفراوده حتى بكل سهوله للمرمى. يا ساعات يعني بيحصل، بيحصل طبعا ساعات احيانا، ما انا بقول لك الشكل الاخير كان بيلعب مروان وقفشه وكريستو ناحيه اليمين بالزبط. حسين الشحات طاهر ناحيه الشمال وبيرستاو راس حرب،
يعني برضو كانت مستغربه ان واحد زي احمد عبد القادر مثلا الماتش اللي فات جايب جون وماشي وقاعد احتياطي ما نزلش، واحد زي شريف كان ممكن يبقى راس حربة حتى لو تاني ممكن كان ينزل. لكن هي النهارده برضو احنا بنقعد نحلل اسباب وبنقول حاجات من وجهه نظرنا، لكن في النهايه رؤية. لا بالنهايه بالوضع ده حتى بالظروف دي كلها اللي في المباراه كان بسهوله جدا انك تكسب اكتر من هدف لو اللعيبه استغلت الفرص اللي جات لها. ايمن بيقول لك قفشه عشان يديها للفرويد يروح طبعا عشان يعني فين الفرويد؟ انت عايز قفشه يبقى بلاي ميكر؟ عايز قفشه يبقى بلاي ميكر؟ واحد زي ما اسامه بيقول كراس حربه لمحمد شريف مثلا عنده سرعات يقدر يسرق الديفندرز، يبقى عنده دي الملكه بتاعته زي ما قالك عبد القادر. عبد القادر النهارده ساعات انت يعني بتحتاج للحل الفردي، كان لازم يبقى فيه التفكير في الناس دي. فهي شويه عوامل اللي اجتمعت مع قلت لك الجزء اللي هو فيه برضو عدم توفيق، لان زي ما قلنا في الاخر بكل الاسباب اللي احنا قاعدين نقولها دي وبوضع الماتش كده بوضع الشكل اللي احنا لعبنا بيه كده برضو كان بسهوله تكسب جون او اتنين بسهوله جدا كمان. يعني انت ما شفتش مثلا ان فيوتشر مثلا عامل تكتل بحيث ان انت الامور متصعبه عليك او مش عارف توصل؟ لا انت وصلت زي ما انت عايز، لدرجه انه في اخر المباراه ادوا الجنش نجم اللقاء، كل شويه انت شايف جنش سواء بيتصرف صح او بيتصرف غلط. هي دي بالنسبه لي غريبه يا كابتن. لا ما ماشي ماشي يا بلال صح، انت كلامك مظبوط يعني دي فيها لا يعني علامات استفهام وعلامات تعجب وعلامات حيره وعلامات كتيره قوي يعني بصراحه. هم عامه يا بلال في معظم القرارات مين اللي بيقيم في نجم المباراه؟ ما انا بقول لك مش جدا. مش النهارده بس يا بلال، هل في واحد فني قاعد فوق بيقيم؟ ما نعرفش ولا بيبعتوا له كده في يكلموه في التليفون يقول له ادي فلان. بلال انت ملاحظ الموضوع صعب يعني، انت ملاحظ مش النهارده بس، انت بلال انت ملاحظ ده في كل حاجه طبعا، في معظم معظم الماتشات كل كلامنا احنا عكس اتجاه اللجنه بقى ولا اللي بيدوا له التقييم رجل المباراه. فانا مش بقول ان جنش يعني، انا بتكلم انه من كتر الكور اللي راحت سواء هو بيتصرف صح احيانا او بيتصرف غلط في احيان اخرى ادوا له نجم، لان كل شويه هو اللي بيسوق. النتيجه خدمته، ما هو النتيجه خدمته وكم الكور اللي راح له داخل ال 18 في كوره او كورتين اتصرف مع كهربا وبيرسي تاو كويس، في كور تانية اتصرف وحش بس بتطلع كورنر وما بتتلعبش كويس او ما بنستغلهاش. فانا اقصد انه مش بقول انه سواء هو النهارده يستحق او ما يستحقش، بس انا بقول انه هو ظهر في الصوره كتير الاهلي وحوالات الاهلي يعني بس. فالنادي الاهلي على كل الاسباب اللي احنا قلناها من وجهه نظري برضو اضاع فوز سهل جدا، ولكن كره القدم فيها كده. وزي ما انا برضو بقول لك وقلت لك وقبل الماتش وبعد الماتش وقبل ماتشين ان شاء الله الاهلي الدوري باذن الله في الجزيره يا رب يعني. ان شاء الله ان شاء الله.